بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله جل جلاله أن يصلح قلوبنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يرزقنا الإيمان الصادق والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله جل جلاله وهو السميع المجيب أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، نحن في هذا الزمن على مشارف شهر رمضان، شهر مبارك اختصه الله عز وجل بخصائص، وجاء ذكره باسمه في كتاب ربنا جل جلاله. وعندما عرف الرب جل جلاله هذا الشهر الكريم عرفه بميزة عظيمة وقدمه للناس بخصيصة ذات أثر عظيم على الناس، فقال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بهذا التعريف العظيم وبهذه الخصيصة الجليلة قدم الشهر لهذه الأمة، وعرف لها هذا الزمن بما ذكره الله عز وجل. وتدبر آيات القرآن مطلب وواجب، لأن الله عز وجل قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ففي هذا المجلس نقف معا مع هذه الآية الكريمة وهذا الوصف العظيم الذي وصف به هذا الشهر وعرف به هذا الشهر، أنه الزمان الذي نزل فيه القرآن العظيم. وحتى نؤصل الفهم لهذه الآية ونصل إلى ما نحتاج إليه، وإننا لنسأل الله أن يبلغنا شهر رمضان وأن يوفقنا فيه للصيام والقيام وتلاوة القرآن وفعل الخيرات. هناك أصل عقدي عظيم من خلاله نلج لفهم هذه الآية ومعرفة
هذا الوصف العظيم الذي عرف به هذا الشهر. فالله عز وجل قال في كتابه الكريم: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. فالله عز وجل خلق الخلق، والله سبحانه وتعالى أوجد هذا الكون من عدم وخلق الأشياء جل جلاله. وبعد أن خلق الله عز وجل الخلق وخلق هذا الكون، فإنه اصطفى واختار. فالاختيار هنا اختيار بعد الخلق، وهذا الاختيار اختيار اصطفاء وتميز. وفي هذا الاختيار الذي أخبر الله عز وجل عنه أول أصل عقدي الإيمان بأن الله خالق كل شيء ورب كل شيء، والإيمان بأنه سبحانه وتعالى وهو الخالق هو صاحب الحق الأوحد أن يفاضل بين خلقه وأن يصطفي من خلقه وأن يختار من خلقه ما يشاء، وأن اختياره سبحانه وتعالى لما شاء من خلقه مبني على كمال العلم ومبني على كمال الحكمة. فما اختاره الله واصطفاه وفضله واجتباه فإنما هو لأمر يستحقه قد وضعه الله عز وجل فيه. وأن ما لم يفضل فإنه لا يمكن أن يكون فيه تلك الميزة والخصيصة التي ذكرت للمفضل، وأن هذا الأمر لا يهبه ولا يعطيه إلا الله جل جلاله بحقانية الخلق والإيجاد وبحقانية العلم التام والحكمة البالغة. فهو اختار واصطفى واجتبى وفضل سبحانه وتعالى. ونجد أن الله عز وجل أخبرنا في كتابه، وكذلك أخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم عن شيء من تلك الأمور التي اصطفاها الله عز وجل واختارها. فالله عز وجل خلق السماوات وجعلها سبعا، واختار الأعلى منها، ولو لم يكن لها من مزية إلا أنها الأقرب إلى الرب جل جلاله لكفى بها مزية. وخلق الجنان وجعل أفضلها واجتبى جنة الفردوس، ويكفيها فضلا وتفضيلا أن سقفها عرش الرحمن، وأن الله عز وجل خلق الملائكة واصطفاهم فهم عباد مكرمون، واصطفى منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل على كثرة عدد الملائكة. وخلق الله عز وجل البشر واصطفى منهم الأنبياء وعددهم 100,000
24,000 نبي جما غفيرا، واصطفى الرسل وعددهم 313 رسولا، واصطفى من هذا العدد المصطفى من بين البشر وهم الأنبياء والرسل، اصطفى أولو العزم الخمسة: نوح عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام، وموسى كليم الله عليه السلام، وعيسى عليه السلام، ورسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء أفضل الأنبياء والرسل، اصطفاهم الله واختارهم. واصطفى من بين هؤلاء الخمسة الخليلين: خليل الله إبراهيم، وخليل الله محمد صلوات الله وسلامه عليهم. وخلق الله عز وجل الزمن الليل والنهار، واصطفى من الأيام أياما، واصطفى من الشهور شهرا. فمن بين الأيام اصطفى يوم الحج الأكبر وجعله أفضل الأيام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: أفضل الأيام يوم الحج الأكبر. وكذلك اصطفى يوم عرفة، واصطفى يوم الجمعة، واصطفى العشر من ذي الحجة. فهذه أيام اصطفاها الله عز وجل وميزها واختارها اختيار تفضيل وتشريف. ومن الشهور اصطفى شهر رمضان، فهو شهر فضله الله عز وجل واختاره. واستيعاب هذا التفضيل وتلقي هذا الاختيار على قدر ما في قلب العبد من الإجلال لله جل جلاله، وعلى قدر ما في قلبك من التعظيم لله سبحانه وتعالى، وعلى قدر ما في قلب الإنسان من العلم والمعرفة بما لله جل جلاله من العلم المطلق والحكمة البالغة والتدبير الحكيم لأمر هذا الكون، وأنه جل جلاله لا يفعل إلا ما هو في دائرة الحكمة والعلم. فكلما كان الإنسان علمه بربه أعظم، فإدراكه لأمر شرعه وتدبيره سيكون له أثر أبلغ على نفسه. فهذا الشهر الكريم الذي اختاره هو الله، والذي ميزه هو الله، خالق الزمن كله، وهو الذي اختار هذا البيت واختار هذا البلد وميزه وفضله على سائر بلاد الدنيا، البلد الحرام والبيت الحرام والمسجد الحرام. فالله عز وجل فضل هذه البقعة على سائر بقاع الدنيا، وأخبر في كتابه عن تلك الخصائص العظيمة التي جعلها له ولم يعطها لمكان سواه، فجعل هذا البيت هدى للعالمين، وما جعل مكانا موصوفا بهذه الصفة إلا هذا البيت.
وجعله مثابة للناس، فعلقت القلوب نحو هذا البيت. لا يقضي الناس منه وطرا، يأتون ويعودون ثم يكررون العودة إليه، لأن الله جعله مثابة للناس، وجعله الله عز وجل قياما للناس. وما جعل الله عز وجل القيام للناس إلا في أمرين ذكرهما في كتابه الكريم: الأول المال، فبه قوام الحياة كما قال الله عز وجل مخبرا عن ذلك في قوله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالمال قيام الحياة لأن الله قال ذلك. والأمر الثاني الذي جعل الله عز وجل فيه القيام للناس هو هذا البيت العتيق. قال الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. والقيام الذي ربط بالكعبة أعظم من القيام الذي ربط بالمال، فما دام هذا البيت باقي فالدين باقي والإسلام باقي، وإذا سقط بناء هذا البيت فلا دين على وجه الأرض ولا إسلام. وما دام البيت باقي فالحياة باقية للناس، فإذا سقط بناء البيت فلا بقاء للحياة الدنيا، لأن الله أخبر أن البيت قيام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو يعلى بسند صحيح: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. فالبيت قيام، ما بقي بقيت الحياة، وإذا سقط انتهت الحياة. وهذا مرتبط بالمعظمين للبيت، ويتقدمهم الحجاج والعمار. ولذلك قال ابن عباس فيما ثبت عنه: لو أن الناس كلهم تركوا الحج سنة واحدة لقامت عليهم القيامة. فالبيت قيام. وكذلك من القيام المرتبط بالبيت قيام المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أمعر حاج قط. قيل لراوي الحديث جابر: ما معنى ما أمعر؟ قال: أي ما افتقر. فمن حج صادقا لا يفتقر بعد حجه. فهذا من القيام الذي ربط بهذا البيت. فإذا أمر الاصطفاء والاختيار عظيم، وقوله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، فإن هذا أصل عظيم مبني أو يبنى عليه هذا الأصل العقدي العظيم. فعلى هذا الأساس نتلقى الاصطفاء للزمن ولشهر رمضان الذي اختاره الله جل جلاله وجعله المحضن الزماني لنزول القرآن، كما اختار أفضل الأماكن ليكون فيها نزول القرآن، واختار أفضل الأنبياء ليتنزل عليه القرآن، واختار خير الأمم ليكون فيها نزول هذا القرآن. هذا الاصطفاء، ونحن هنا في هذا المسجد الحرام
ونستشرف هذا الزمن الفاضل، فيا سعدى من يكرمه الله عز وجل ببلوغ شهر الصيام في بلده الحرام عند بيته الحرام. فنريد أن نقف مع هذا الاصطفاء وهذه الخصيصة التي جعلت لهذا الشهر، أنه جعل محضناً زمانياً لنزول القرآن. وهذا الشهر ليس فقط اصطفاؤه ليكون زماناً لنزول القرآن، بل اختير هذا الشهر المبارك ليكون زمناً لنزول الكتب السماوية. فصحف إبراهيم نزلت في شهر رمضان، وزبور داود نزل في شهر رمضان، وتوراة موسى الكليم أنزلها الله عليه في شهر رمضان، والإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام أنزله الله في شهر رمضان، والقرآن الكريم أنزله الله في شهر رمضان. فلك أن تتخيل وتتأمل وتتدبر في زمان اختاره الله عز وجل ليكون وقتاً لنزول الكتب السماوية، وهي الهدى الذي أنزله الله عز وجل لعباده، أن يختار لها هذا الزمان. إذن أي علاقة بين هذا الشهر وبين الكتب وبين القرآن على وجه الخصوص؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وجعل في هذا الشهر هذه العبادة العظيمة، الصيام، التي أخبر الله عز وجل أنه كتبها على سائر الأمم، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والعبادة التي تكون شرعاً وديناً وعبادة لجميع الأنبياء والأمم، إذن تعطي دلالة أنها ذات أثر عظيم على صلاح الإنسان، وإلا لما كان الأمر بها لجميع الأمم. وتعطي دلالة أيضاً على عظم مكانتها ومنزلتها في ميزان الله عز وجل وأهميتها، وهذا يسميه العلماء الدين المشترك. ما معنى الدين المشترك؟ هو الأمر الذي كلف به جميع الأنبياء وجميع الأمم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فعبادة أمرت بها سائر الأمم، إذن ليس صحيح أن يتعامل الإنسان معها تعامل المتهاون، بل يدرك أنها بهذا الوصف ذات شأن عظيم عند الله وذات أثر عظيم على صلاحه. ونجد هذا الأمر يتضح عندما نجد أن الصيام ربط بأعظم ثمرة مرجوة من الانقياد للدين، وإنما هي تحصيل التقوى، صلاح الباطن، واستقامة الظاهر، وأن تكون أعمال الجوارح
على سلامة توافق استقامة الباطن، وأن يستقر في القلب ذاك الباعث القوي وذاك العزم الصادق نحو تأطير الجوارح وفق شرع الله وأمر الله وحكم الله ودين الله. هذه هي التقوى. فعندما يربط الصيام بهذه الثمرة العظيمة أيضاً يعطينا دلالة على أهمية هذه العبادة. وعندما ترتبط بشهر رمضان فإن الأمر يزداد إدراكاً لقيمة هذا الزمن الذي هو شهر رمضان ومكانته عند الله. فإذن هذه القضية الأولى والتي بها ندخل على فهم هذه الآية الكريمة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، القرآن الكريم هو الأمر الذي عندما عرف شهر رمضان وقدم على أنه زمن لنزول هذا القرآن فوقفة مع القرآن. القرآن كلام الله عز وجل ووحيه الخالص، وليس على ظهر الأرض اليوم من الوحي الخالص الذي أنزله الله عز وجل على الأنبياء إلا هذا الكتاب الكريم، لأن الله عز وجل هو الذي تكفل بحفظه وهو الذي ضمن صيانته، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذن هو الوحي الخالص المحفوظ وهو الحق المطلق، لأنه جاءنا من عند الحق، والله هو الحق ولا يأتي من الحق إلا الحق ولا يقول الحق إلا الحق. فالقرآن هو الحق المطلق، والله عز وجل جعله مهيمنا على سائر الكتب السماوية، بمعنى أن كل ما جاء من الحق في تلك الكتب فالله عز وجل ضمنه هذا الكتاب، وجاء بذلك الأمر على أكمل وجه وأتم، لأن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا في سورة المائدة. ودلت هذه الآية على ثلاثة أمور عظيمة: إعلام بأن الله أتم هذا الدين فلا نحتاج أن يزاد فيه شيء، والثاني إعلام بأن الله أتم هذا الدين فلا نحتاج أن ينقص منه شيء، والثالثة أن الله عز وجل رضيه فلا يسخطه أبداً إلى يوم القيامة. هذه معاني عظيمة موصوف بها هذا الحق الذي جاءنا من عند الحق سبحانه وتعالى. شهر رمضان كان زمن نزول هذا القرآن، فكيف سيكون حالنا مع القرآن في شهر رمضان؟ وبأي علم ومعرفة
وتصور ونفس سنتلقى هذا الأمر إذا ما أقبل علينا شهر رمضان، فلا بد من وقفة مع هذا الأمر. وإذا أردنا أن نبدأ فكذلك نعود إلى القرآن ليخبرنا عن القرآن، فهل سنجد في القرآن خبراً عن القرآن؟ الجواب نعم، فإننا نجد أن القرآن يخبرنا الله عز وجل فيه أن القرآن روح. أين هذا؟ نجده في قول ربنا عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فالله يخبر أن القرآن روح. وكلمة الروح إذا سمعناها كلنا، ما هي الدلالة الظاهرة التي نفهمها من كلمة الروح؟ أن وجود الروح وجود حياة، فالجسد الذي تنفخ فيه الروح يكون شيئاً آخر وخلقاً آخر. الجسد إذا نفخت فيه الروح يعني الحياة، العمل، الحيوية، العطاء، السمع، البصر، الكلام، الحركة، كل ذلك من لوازم وجود الروح. وإذا فارقت الروح الجسد ماذا تعني؟ تعني ذاك الإنسان الميت الذي لا يتحرك، الذي لا يعمل، الذي لا ينفع، الذي لا يضر، الذي لا يبصر، ذاك الإنسان الذي يكون أكرم التعامل معه أن يوارى في التراب. والسبب أن الروح فارقت الجسد، أن الروح فارقت الجسد. إذن هذه أظهر دلالة ومعنى الجميع يدركه، الكبير الصغير، العربي والعجمي، العالم والعامي، الجميع إذا سمع كلمة الروح فإنه يدرك هذا المعنى. والله عز وجل يخبر أن القرآن روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. والله يخبر أن الإنسان بهذا الكتاب يحيا وبدونه يموت: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أو من كان ميتا فأحييناه، الحياة أن تدب فيه روح القرآن، فالقرآن روح، فمن لم يتصل بالقرآن هو الميت، ومن اتصل بالقرآن فهو الحي، لأن القرآن روح. ولذلك نجد وبالمثال يتضح الأمر على صورة أكثر. محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، ماذا كان قبل نزول القرآن عليه؟ ما هو أثره في الناس؟ ما هو تأثيره في العرب؟ ما هو تأثيره في البشر؟ لا شيء. وبعد أن نزل عليه القرآن
بعد 40 عاما بدون نزول القرآن، ونزل عليه الكتاب ليعيش نصف ما عاشه قبل القرآن. ما هو الأثر الذي كان للقرآن عليه بعد أن نزل عليه القرآن؟ قبل القرآن كما قال الله: ووجدك ضالا فهدى، متحيرا، متحير. فبنزول القرآن انتهت تلك الحيرة. وبنزول القرآن كما قال الله عز وجل وأخبر: وإذا بمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام بعد نزول القرآن خلقا آخر، كما قال الله عز وجل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا. فبالقرآن صار سراجا منيرا عليه الصلاة والسلام. بالقرآن أحيا هذه الأمة، وصار لها هذا الذكر. وبالقرآن أحيا من أراد الله عز وجل له الهدى عليه الصلاة والسلام. وبالقرآن بقي محل القدوة والأسوة 15 قرناً وسيبقى إلى يوم القيامة بالقرآن. وهذا النموذج الأمثل في أثر القرآن عليه. وبالنسبة لغيره، ماذا كان الصديق قبل نزول القرآن؟ وماذا كان عمر الفاروق قبل نزول القرآن؟ وكيف صاروا بعد أن دبت في أجسادهم وقلوبهم ونفوسهم روح القرآن؟ أبو بكر يكون صديق الأمة وخير الناس بعد الأنبياء، وعمر رضي الله عنه يكون فاروق الأمة والخليفة الراشد العادل الذي أصبحت خلافته محل العلم والمعرفة المهتدية بهدى القرآن. وبلال ماذا كان قبل نزول القرآن وإيمانه به، وقبل أن تدب في جسده روح القرآن؟ كان عبدا يباع ويشترى، وبعد أن دبت فيه روح القرآن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، أخبرني عن أرجى عمل تعمله، فقد دخلت البارحة الجنة فسمعت دفا عليك بين يدي. فإذا هذه نماذج رأينا كيف أثر فيها هذا القرآن عندما دبت روحه في أجسادها، كيف نقلها وكيف حولها. وإذا وقفنا مع أيضا آيات القرآن، والقرآن يخبرنا عن الحق الذي لهذا الكتاب على الناس من الطاعة والقبول والخضوع، فعندها يتبين أنه لا بد من إدراك العلاقة التي ينبغي أن تقوم فيما بيننا وبين هذا الكتاب. فلذلك يأتي السؤال: إذا كان القرآن روح والروح تكون بها الحياة، فكيف تحل روح القرآن في أجسادنا لنكون أحياء بحق؟
ولنحيا حياة الإنسان المكرم وليست حياة الإنسان الذي يعيش حياة البهائم والعجماوات. الإنسان الذي قال الله عنه ولقد كرمنا بني آدم، هذا المخلوق المكرم، فكيف تحل روح القرآن فينا؟ فإن هذا الأمر أول ما يكون لتحقيقه والطريق لتحقيقه هو أن نبني علاقة صحيحة فيما بيننا وبين القرآن، أن نبني علاقة صحيحة فيما بيننا وبين القرآن. ويأتي السؤال، هل هذه العلاقة ستكون باجتهاد؟ كل إنسان يضع له طريقا ليقيم العلاقة مع القرآن، أو أن هذا الأمر موجود في كتاب الله، والله علمنا والله بين لنا كيف نبني علاقة صحيحة مع هذا الكتاب؟ فإذا ما رجعنا إلى القرآن وجدنا أن هذه العلاقة الصحيحة فيما بينك وبين القرآن إنما تتحقق إذا طبقت أربعة أمور وقمت بأربعة أعمال، وليس الإخبار بها لمجرد المعرفة، بل لنقف مع أنفسنا وقفة جد وحزم وعزم صادق حتى تحل فينا روح القرآن. والخبر في كتاب الله واضح لا بد من ذلك، والنموذج الذي أثر فيه القرآن قد تبين لنا. فما هي تلك الأمور الأربع التي بها نقيم علاقة صحيحة تثمر أن تحل في أجسادنا روح القرآن الكريم؟ الأول، الأمر الأول يقوم على أعمال ثلاثة، في داخله ثلاثة أعمال. أولها أن تقرأ القرآن، أن تقرأ القرآن، وهذا هو الباب الأول، وهذا هو المفتاح الرئيس لتلك العلاقة، أن تقرأ كتاب الله. ولذلك أول كلمة، أول أمر نزل من السماء على الأرض في هذا الكتاب، اقرأ، اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وجبريل ماذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ اقرأ. فإذا هذه البداية، أن تقرأ القرآن، واحذر من أن تكون هاجرا لقراءة القرآن. فإذا الفعل الأول اقرأ. من أين أخذنا ذلك؟ كما قلنا، أول أمر اقرأ باسم ربك الذي خلق، فاقرأوا ما تيسر منه. الفعل الثاني في الأمر الأول أن تسمع القرآن، أن تسمع القرآن، تصغي. من أين أخذنا هذا؟ من قول الله عز وجل، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، فاستمعوا له وأنصتوا. وقال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. إذن أن تسمع القرآن. الأمر الثالث
في الأمر الأول، الفعل الثالث في الأمر الأول أن تسمع القرآن، أن تسمع غيرك القرآن. أليس الله جل جلاله قال لرسوله في حق رسوله صلى الله عليه وسلم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، يسمعهم القرآن، يسمعهم القرآن. إذن لا ننسى ما هو الأمر الأول لإقامة العلاقة الصحيحة مع القرآن: ثلاثة أعمال، أن تقرأ القرآن، أن تسمع القرآن، أن تسمع القرآن. فأن تنجز هذه الأعمال فتكون وضعت نفسك في العلاقة الصحيحة مع القرآن في الأمر الأول. فإذا ما قرأت، وإذا ما سمعت، وإذا ما أسمعت القرآن، فتنتقل إلى الأمر الثاني. ما هو؟ القرآن رسالة من الله عز وجل للناس، وعلى قدر المرسل تكون العناية بالرسالة. وما هي أعظم عناية برسالة وصلت إليك؟ أن تقرأها، ثم ماذا؟ أن تفهم ما فيها، أن تفهم ما فيها. فالقرآن رسالة من الله رب الناس، ملك الناس، إله الناس للناس. هذا هو القرآن. فما هو الأمر الثاني؟ الأمر الثاني أن تفهم مراد الله من تلك الآيات. وما هو الطريق للفهم؟ أن تتدبر. والتدبر أن تعمل عقلك ونفسك في ماذا؟ وهنا نريد أن نفرق بين قضية التفسير والتدبر، لأن كثيرا من الناس يظنون أن التدبر هو التفسير، وهذا ليس بصحيح. فالتفسير هو بيان المعنى وتفسير الكلمات، أما التدبر إنما هو وعظ النفس بالمعنى المراد. لذلك التدبر تكليف لكل واحد منا، أن تفهم المعنى بأن تسأل، بأن تحضر مجلس علم، بأن تقرأ تفسيرا لتفهم معنى الآية والمعنى العام. ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك تقف مع ذاك المعنى وكأنك تحاسب نفسك. أين اتجاه المحاسبة؟ أين أنا من هذا الأمر؟ وليس إلا أمرين: عامل به أو صاد عنه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. المعنى أن الله أوجب علينا صيام شهر رمضان. التدبر أن تحاسب نفسك أمام هذه العبادة. توجه المحاسبة، هل أنت عامل بذلك أو لست بعامل؟ الله أمر بالصدق، هل أنت تصدق في قولك أو تكذب؟ الله عز وجل أمرنا ببر الوالدين، هل أنت تبر والديك أو تعقهما؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أن تقف مع المعنى العام للآية وأن تعود على نفسك بالتذكر والتدبر. فالتدبر سيوصلك إلى الذكرى،
والتدبر أمر واجب، بل هو أعظم الغايات التي لأجلها نزل القرآن. قال الله عز وجل كما قلنا طريق العلاقة من أين أخذناه؟ من القرآن. رأينا الأعمال الثلاثة كل واحد منها دل عليه آية في كتاب الله. طيب التدبر، قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزله الله من أجل ماذا؟ من أجل أن تقوم منك أنت أيها المخاطب، أنت يا من جاءتك هذه الرسالة من ربك، الله يأمرك أن تتدبر لتصل إلى التذكر. ومن لم يفعل فهو معاتب، وهو دليل على أن قلبه عليه غل وعليه قفل. قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. عتاب من الله. ذلك الصحابة كما قالوا كنا لا نتجاوز 5 آيات حتى نتعلم ما فيها من العلم ونعمل به ثم ننتقل إلى غيره. ولذلك يحذر ابن مسعود يقول اقرأوا القرآن لا تهذوه هذ الشعر ولا تنثروه نثر الرمل، قفوا عند عجائبه حركوا به القلوب. هذا هو التدبر، حركوا به القلوب. فالتدبر مطلب، ومطلب رئيس. ولك قدوة في رسولك صلى الله عليه وسلم. ونضرب موقفا واحدا حتى نأتي لما بعد ذلك من طرق العلاقة. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول جاء إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلتي فنام عندي ثم قال يا عائشة ائذني لي أن أعبد ربي. قالت قلت يا رسول الله والله إني لأحب قربك وأحب أن تعبد ربك. قالت فقام وتوضأ ثم كبر وصلى وقرأ الفاتحة ثم افتتح الآيات الأخيرة من سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قالت أخذ يقرأها وهو يبكي بكاء شديدا ثم ركع ثم قام وسجد. قالت وهو يبكي ثم كررها. قالت وما زال يكررها حتى آذنه بلال بصلاة الفجر. قالت ثم قال ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. هذا فعله في التدبر عليه الصلاة والسلام، والمواقف في ذلك كثيرة. فإذا الأمر الثاني لإقامة العلاقة مع القرآن أن تتدبر. وهنا مسألة، قد يقول بعض الناس طيب في شهر رمضان هناك من يقول نختم أكبر قدر، فهل معنى ذلك أننا لا نتدبر؟ إن من وقف مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما سار عليه الصحابة أن يجمع الإنسان بين الأمرين، أن يكون له ختمة للقراءة والإكثار وأن تكون له ختمة للتدبر والتفكر. إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث والطريق الثالث لإقامة العلاقة مع القرآن بعد القراءة والسماع والإسماع وبعد الفهم والتدبر، فما هو المطلوب الثالث؟ إنما هو الإيمان بالقرآن. أثر ذلك إيمان القلب، اليقينية بأن ما قال الله في القرآن حق وصدق، بل هو المرجع
في هذا الباب. والله عز وجل قال في كتابه الكريم: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. لن يهتدي بالقرآن ولن ينتفع بالقرآن إلا من تعامل مع حقائق القرآن أنها الحق، ومن لم يتعامل بالقرآن وإن قرأ وإن سمع وإن أسمع وإن فهم ما دام أنه لم يؤمن فالأمر في قول الله عز وجل: والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وهو عليهم عمى لأنه لم يؤمن. فإذا هذا الأمر الثالث وهو الإيمان. الأمر الرابع وهو الاتباع والعمل. الاتباع والعمل، وهذا نجده في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، منها قول ربنا سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه، الذي يعمل بما جاء في القرآن. فهؤلاء هم الذين ينتفعون بالقرآن. فهذه أربعة أمور بها تقوم العلاقة الصحيحة مع القرآن. فكيف يكون العمل والاجتهاد لتكون قراءة القرآن هي حياة أهل الإسلام كبارا وصغارا؟ كان الرجل يدخل المدينة في الليل فيسمع أصواتهم كدوي النحل بالقرآن، ليس صوتا آخر إلا صوت القرآن. فكيف يكون ذلك؟ الأب مسؤول والأم مسؤولة أن يكون البيت عامرا بالقرآن، أن يقرأ ليتربى الأولاد، وأن يسمع الأولاد والأهل، وأن يسمع منهم ليحبوا القرآن ويدركوا قيمة قراءة القرآن، أن يتدبر فيرى عليه الأثر، كما رأى ابن عباس النبي عليه الصلاة والسلام يقوم يصلي وإذا به يبكي، قال: ولصوته خنين من البكاء، يرى فيتعلم ثم يفعل بعد ذلك مثله. الإيمان، نموذج النبي صلى الله عليه وسلم بالتصديق بما جاء في القرآن. العمل والتطبيق، نموذج. فإذا هذه الأمور الأربعة يتفكر فيها الإنسان، وحتى يزداد الأمر أن تقف وتدرك طبيعة القرآن وطبيعتك وأين التلاقي. فإذا أدركنا أن القرآن روح وأنك أنت إنما تكون حي بالروح، هذه علاقة. الله أكبر. الله أكبر.